شافوا نسوى ملايين ولا السلايب ما منهم رجع. يعني من انتو؟ شوف المفاجأة. نتكلم بلغة عامة. يلا شنو؟ طيب أول شيء عيال. جالسين نسوي بروفا. ما يا جماعة البروفا كلها هلا بتعتذر. بنكت بدي. أبي تلفون. ثاني. يا جماعة اليوم البروفا يعني واضحة بدون ما أقول لكم. شايفين ايش لابسين؟ اكيد غير. شنو ايش تضحكون؟ المشكلة اي مشكلة تعالي انا باخذ حارة. تم الاقتران بالشخصية على طول. تم الاقتران على طول بالشخصية.
شوفوا مسويته نفسه بالضبط، مسوي عشاي بعد نفسك. حتى عجيب. شو اسمك؟ حنين. شو اسمك؟ ريح. اشوف وريني شنو حاطه في شعرك. شوفوا يا جماعه، شوفوا شنو حطيتني بعد يا جماعه. يا جماعه شباب في قصه علينا. خيال. لا انا ترى من صدق ابيها. شلون صدق المره جاي ذيت لنا ابي. وريني من قدام شوي. عجيبه. المره الجايه راح تجيبي لي وحده، راح انطرك وعد. اوكي واي وين. طبعا اليوم بنقول لكم خبر، احنا امس قررنا نسوي هالشيء، فشلون بتقول لكم اليوم؟ جاهزين؟ ايه. ذاك اليوم فعاليتكم اخر يوم برافو شنو كانت؟ عامر. عامر. والحين مسويين فعاليه مدريد و عشان نلعب برشلونه. نلعب بالبرا وطبعا احنا بنفوز طبعا. لا 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 احنا شويه، احنا اكثر منكم، احنا شويه لان احنا نادرين. انت شنو؟ برشلونه طبعا. كل حياتك برشلونه. لما يقولون لنا اخر مره فايزين بدوري الابطال الاوروبي 2015 يقولوا لي احنا فزنا عليكم مباراه وديه، قلتوها وديه واحنا خلاص 2015 فايزين عليكم، فايزين عليكم فزنا عليكم. شوف هم فيهم ولاء، حتى لما يخسرون يشجعونهم. ايه
اوكي احنا ايش فيك احنا ترى وايد تعترفين اي بس احنا اخر مره فايزين في 24 ترى انا يا جماعه ما افهم بالكره وانا اصلا ما ادري مدريديه ولا برشلونيه فكيفكم برشلونيه لا مدريديه بدل عطوان مدريدي بروح اصور الباجي يلا مشان يلا تع هني البنات منو هني برشلونيه برشلونيه قاتيه شيخ انت برشلونيه ولا مدريديه برشلونيه بس انت شنو لابسه قاتيه لان ما عندك اصلا قاتيه احسن من برشلونه مدريد صح اي زيونه انت شنو بي برشلونيه قولي برشلونيه ولا برشلونيه حقت شعرها انت بعد برشلونيه انا قول شيء دوري برشلونيه شنو كنا برشلونيين مكتسحين جنان جنان مدريد جنان لابسه مدريد بس الحين بتغير برشلونه اي عشان ما البس نفسها اوفر شكلها تيشيرت اهم شيء مدريد يعني صدق هذه تيش ملبست مثلك اخي شيء ملبست يا جماعه شنو انت بعد العرض من مباراه برشلونه ضد مدريد مدريدين سته احنا تم احنا الكاست كذا بس لازم تلعبون سته بسته شنو نسوي ما نلعب عدل حبايبي ما نلعب عدل عيسى شنو؟ احنا لعب كاتنا غير لا احنا لعب كاتنا غير جوري افوزكم برشلونه اكيد اشوف نصب نصب ها؟ برشلونه ومدريد بدل عطوان مدريدي ويويو برشلوني فنصب نصب ثلاثة ثلاثة طبعا الحين عقب العروض جايين حاجزين ملعب برشلونه ومدريد هذا الفريق البرشلوني لحظه بوريكم الفريق البرشلوني اشوف الفريق البرشلوني يلا يلا وروني مدريد لاعب والله عجيبه مدريد ملكي ملكي يا جماعة طبعا قاعد يلعبون جود كم النتيجة بسرعة قبل لا يشوتوني كم النتيجة جود كم النتيجة 1-0 منو احنا 1-0 فاضنا انطقيت عليه تعوري 3 مرات انت ليش مرايحة هني انا دفاع لا تركب كم مره انت اليوم 3 مرات البرشلونيين طايحين من عيني لا والله بس ترى فرق عادي هم 1-0 هو مو فرق جول انتوا حتى ما قولتوا فشلتوني والله ما راح ارفع راسك يلا جوري خيبتوا ظني خيبتوا ظني كبار كلهم والله لا حتى انت فريقكم فيه كبار فاضنا احنا فريقنا كله دفاع 3 هجوم عيسى عيسى فشلتني ولا جول شفته الحين هذا الجول الثاني مدريد قبلوا الجول الثاني مبارك الاسطوره مبارك الاسطوره
فزتوا؟ 2-0. كفو والله خلاص. انا شكلي بصير مدريدية. اي بس خلاص. لان انا لا مدريدية ولا برشلونية، بس الحين على اللعب اللي شفته انا بصير مدريدية. البرشلونية تعبوا وخسرانين. ما تسكت انتوا الحين. ما تسكت تدابين المصابين فاطمة، تدابين المصابين قاعد يطيحونا ويمسكونا وتدابين وكل اقوالهم كذب والله والله العظيم. لا اقسم بالله هذا كلام الخسرانين دائما كذي يتعذرون. فاطمة انتي في برشلونية روحوا لعبوا، انا الحين صرت مدريدية على هاللعب. اوكي فاطمة اوكي. طقيت اصابة جود اليوم بس اصابات. لا هالمرة مو لي الوحدة كذي بالنص. الفريق الفايز يا جماعة 3-0. قلت لك انا خلاص صرت مدريديه قررت لان انتم الفايزين. حتى بصدق مدريد البرشلونيين فشلوني. لا الهلال لانه حر. طبعا في بنتين هني قاعد يشوفون. بس ليش ما تلعبون انتم؟ يلا اخافي تعورين اللون. احنا قاعدين نشوف. اي عشان ما تعورون صح يا جماعه. الحين عم بشوت. الحين بلنتي واضحه بتشوت. يلا من الحارس بدر. يلا واحد الحين بلنتي ثاني. ليش؟ شنو سبب البلنتي؟ قولي شنو سبب البلنتي؟ يعني خطط. زين. شنو سبب البلنتي؟ يلا. طاح عارف انا يا جماعه كل الفاولات بسبب نجات كلهم. شوفين شيء اقوال كلها من بلنتي. تسوي تمسكي كره بايدك تثبيت. شفتي شوفوا باقي 5 دقائق ويخلص اللعب. يا تتعادلون الحين يا هم راح يفوزون عليكم. تعادل لما تعطوا اللعب. النتيجة 4-3. فاطمة في غش والله. ما في غش. أنا شو نسيت؟ كانت على رتال ورب الكعبة. أخوك كم مرة تعورت ما حسبوها؟ ما حسبوها فاول. لعب غش شنو؟ زين أخوك كم مرة؟ مو عشان خسرانين. لا والله. ها؟ تتعور ما يحسبونها أصلاً. أخوك طلعت من الجرح. عادي يا جماعة تقبلوا الخسارة. إيش فيكم؟ أي تعور. فاطمة. بعدين يحسبونها علي. شوفي بطن يوسف حور شلون مشمخته كله دم. شوفي يلا هوبا تغيري طيحت. شو الخسرانين مو متحملين الخساره. لا يقولون يوم حر تلعب معانا شنو محر قاعد يعوروني والله قاعد يعوروني. اذا عادي حتى انت عورتهم انا شفت. شنو هذا بنات ما تحملين الخساره. فريقنا كله قدام ما يصير. يا جماعه تعالوا قاعده اللعب اللي يروحها رياضيه شنو؟ اللي يروحها مو رياضيه شنو؟ لا يلعب جد؟ ولا تبتش يا جماعة. ما احنا بنفوز حبايبي. انا طقيت كم مرة انتم حتى ما تدرون. لو فوق هذا تخيلوا انه النتيجة 4-3 عادي. لا تخيلوا انه نطري زيون شاتتها برا واخر شيء اخذوها وهم اللي قطوها مو احنا. وعادي سكتنا لانه يعني الموضوع يطلع. اقول شيء هم تنفذوا انهم اكثر منكم وما فازوا. يقولون احنا شنو؟ شوفي ابا
اسمع اطلع لو مو بدر وعبد الله والله كان ما فازوا. اي اوكي لا تحلفي اوكي هذا الفريق اوكي عادي فريق عادي يعني اوفر فريق. طبعا يا جماعة الحين رايحين البروفا بس قبل لا نروح لان مسحة مسالمية هي يمه شوفوا يا يمه بقالة شورية انا خليت خخ يبون يجربون كل شيء. الحين بتحطونه بالثلج وكذي؟ اي فاطمة شوفي انا بخاف. انا هل تقدرين انت؟ هذا رقي. اي رقي. انت قلت ابي خاف. فاطمة ما شوفيني. شنو تبين انت الحين؟ رقت هذي عشان بسوي نودلز بالبيت. شنو هذا؟ هذا تخيل فاصوليا حار. قصدي معجون. شنو؟ معجون. فاطمة تعالي اقضي شنو بجرب. بتجربون هذيل؟ اتوقع شنو هذا؟ انا هذا تونه ترى. سالمون. تعال خلنا نشوف. شنو سالمون؟ يا جماعة ما أدري شنو هذا كيمتشي كيمتشي هذا سبايسي تونة ولا تونة هذا سبايسي سالمون التونة أحلى شيء أنا نجرب التونة ريحة ثلاجة كيمتشي أنا وايد أذوق كيمتشي تخيل هذا أحلى شيء تخيلنا كل ما أسوي نودلز أكل أنا خذيت هذا على شنو أي شنو خذيته؟ تونة أنا خذيت سلمون فاطمة باخذ شنو هذا؟ كاري تاخذينه؟ لا عبالي عبالي تعرفينه يعني ما حافظ شنو هذا؟ كيمتشي يلا بتاخذينهم تجربينهم؟ اي يلا شوف هذا ثلاث انواع من العصير الاناناس والرقي واللي فوق هذا خذيت سالمون بنجرب واحد جوري احنا هذا خذيت سالمون وتونه وخذيت خوخ وبجرب الرقي ترى هذول ما منهم فايده اذا ما بجرب الرقي ادي هذا اقدر اخلص العصير واكيد فوق الثلج ما اخلص بلحظه ان شاء الله اتذكر انا جربت هذا بس من لك ايش بعد اي ابي انا جربت مطنع باخذ اوكي بس مو الحين لما مطنع شوفي عشان انا اسوي الصوص اللي ابي يا سلام اوكي يا جماعه عرفتوا اللي يروحون البقاله الكوريه ياخذون هذا يصبونه فوق الثلج وكذي ما ادري شنو اخذ الصراحه مستحي شيء بارد بس اخذ قهوه ولا ايس تي احس ما ادري احترت راح اخذ الخوخ يا جماعه يو زعلان ما ادري ايش فيه اقول له اخذ اللي تبي يقول لي ما في شيء هو زعلان بس ما ادري شنو السبب اعترف ليه زعلان اعترف اعترف والله ما في شيء يا جماعه خلينا ثلج يلا انا ابي واحد ها يلا حماس ما ادري شنو اخذ وما ادري شنو محتاره بشنو انتي خلاص انتي خذيتي بس ما يعني تعال والله كل يوم اجيبكم كل يوم جربوا شيء يا من المسرح هذا ممكن كاو هذا قهوه حلفي والله خلاص فانيليا فانيليا والله طبعا هي بنجرب انا بجرب كوخ ما بعد انتي شنو رقي يلا اللقطة اللي متحمسة لها حيل شوف أبها فاطمة بكلينكس أنا يبي أبغى ريحتي خيال هاي حلو أبغى نجرب التونة صار شوية أبغى خيال مزيج حلاوة حلاوة بس لي واحد على الحلو نشتري واحد ثاني حق البيت شنو أقول لكم شنو؟ هو ايس تي هو ايس تي بس انا رقي مو ايس تي الحين شنو بتجربون؟ تونة؟ ريحتي صارت تونة ريحة اعشاب يلا راح احس ايش ما راح تاكلينها انا انتي بتاكلينها شو الريحة يلا طوتوا يلا 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 لا مع بعض يلا واحد لا تدي والله ما اقدر لا تدي يلا 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 لا تدي قسم بالله لا تدي واضحه استسلمت يلا جوري واضحه استسلمت انت كلي يمكن طعمها يلا يلا اذا بشيل كافيه انا واكله واحد جوري بعد شلتي كل شيء هذين وكل ولا لا؟ اي ايش بقى بعد؟ ما ادري ابي تونه لا يلا اكله
طبعا شاب بحر من ياكله شاب بحر جذابة والله. يلا يلا زين يلا واحدة ثلاثة أنا سرقته كله يا جماعة اليوم البروفا إن لابسين لبس هاري بوتر. شوفوا جوري جايبة آيلاينر عشان ترسم حق الكل. عجيب سامع عندي نظارة أنا أقرب شيء بتاع أخويا اليوم لو عادت شكدرهم صباح الخير صباح النور مساء الخير مساء النور شنو نسوي شنو بنعمل شنو بناكل شنو نشرب مساء الخير مساء النور صباح الخير صباح النور مساء الخير جود شنو نسوي شنو بنعمل شنو بناكل شنو نشرب مساء شوفوا الصغار يا جماعة يعني صدق اللي ما عنده وشاح لابس لبس مدرسة شيخ شيخة كله كاكاو ما عليكم كنا ما في شيء صح شيخة؟ أشوف اللون روتشة زيونة ولولو طبعا اللون عندش نظارة بس وينها؟ ضاعت يعني كالعادة يعني جوج أشوف لعبتك لابسة نفسها بالضبط هنجة انبسي على كل هذا من وين ما قاعد برا يلعب سيلو طيب يا جماعه هذه مو عصاية هذا قلم اي وين عصايتك الصجية؟ ضايعة كالعادة نفس الين يا جماعه ترى هذا مالي قلم. شنو هو؟ قلم ايه؟ مالي لا القلم اللي عندها شنو؟ ايه. قولها على ايش يسمونه؟ فولدمورت لا يا جماعه بعدين الحين بجيب عصايتي بوريكم انا عصايتي ابو هالولد لوسيوس ابو هذا ابو هذا بيكا 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 بو بيكا 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 بو بيكا 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 بو بيكا 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 بو احلى مبتسم بتشوف الحلم اخباركم طبعا اليوم تنكر بس انا ما راح البس وانا اشوفه وانا لابسه جازمه وين لابسين هذا بالمسرح يا جماعه طبعا ورا التنكر كذي لما يخلصون لبس بجايم يبي جاكيت الجيسكرز بصراحه هذا الشيء انا ما انا ما ما شاء الله يا ما شاء الله يا فعاليات البروفا تبون تشوفون يوسف يوسف تعال يلا الحين داخل اصوركم عدل ونصور بعد الكاس اللي لابسين يلا يا جماعه هات تنكر اليوم اجد تعبتم ما راح البس يا تبي تفاجئهم عرفتوا قاعد فخر انت فخر بسرعه والله وهذه جوري لابسه لبس جازمن عجيب يعني كلنا لابسين اميرات كذي واضحه لازم شباب شوفوا كيف الصجيه يا جماعه واضحه اخذت تنكر يويو شوفوا واي واضحه وما راي صبوا معاي خالد
تتألم. شوف الدنيا دايم حلوة ولا تزعل ما في شي يسوى. وبكل طيحة دوم وجنة وبكل مرة خليك أقوى خيال. أمي كيوت. شوفوا فيصل شنو جايب حق جود عشان عيد ميلادها. عاد صدقوا اكثر قبل العرض بوا طول الطريق شنو تقولي لي؟ ابي كيك. اوه ماي كيوت جماعه والله عظيم ناموت عليه. هاي احبكم يا شو اسمك انتي؟ دوري يعطيك العافيه حبيبي. شوفوا من زايرنا اليوم ابراهيم صديقة أنا إبراهيم صدوق ويوسف أحبه وايد كلوت عليك جو جوري وحيوسف. شكرا. العفو. يا جماعة طبعا إبراهيم اللي توه شفتوه أخو فهودي الله يرحمه تذكرونه أكيد. يعني بدي هدية. كي؟ هذه رسالة كاتب لي إلى عزيزي يوسف هذه الساعة ذكرى لك من أخوي حبيبي فهودي الله يرحمه كان يحبكم وايد ويحب مسرحياتكم وإن شاء الله نتلاقى معه في جنات النعيم. لا تنسونا بالدعاء وأنا راح أحضر كل مسرحياتكم إن شاء الله من إبراهيم الدهين. هذا أضفه يبدي ساعة فهد اللي عليها صورتي أنا وياه. يا جماعة هالساعة فهد كل مرة المسرحية يلبسها حتى بالجلسة لابسها. يا جماعة هذه أحلى هدية وصلت في حياتي كلها راح أحتفظ فيها لأن هذه شيء وايد غالي علي بالنسبة لي راح أحتفظ فيها وحسن لما أكبر أشوفها وأذكرها وأبد أبد ما راح أترك. الله يرحمه وإن شاء الله نتقابل معاه في جنات النعيم. لا تنسونا من دعواتكم.